بصوا يا جماعه ما تزعلوش مني، مع يعني معظم الزوجات بيزعلوا وانت جاي علينا والرجاله، والرجاله لما نعمل حلقه للزوجات يقول لك انت جاي علينا كازواج والرجاله احنا محتاجين او عندنا يعني تقصير، بلاش اقول يعني عندنا تقصير حبه صغيره في حته اظهار الانوثه صراحه. ليه؟ عبعال خميس جمعه كل ده موجود الحمد لله، لكن الانوثه يعني مش عارفه ده هيطلع ازاي في التسجيل بس هنحاول نعمل له تعديل. لكن خلينا نقول ان موضوع ده اونلاين ولا بس زوم خاص؟ تمام. لما يجي مثلا نتكلم عن جاليه من الجاليات، بلاش اسميها، قمه الرقه، قمه، حتى لو هي غلطانه بتبقي انت عايزه يعني انا ده انا اللي اسفالك من رقه كلامها وافعالها. احنا محتاجين كنساء اولا ان احنا نتعلم، عشان خاطري عشان خاطري، والبنت مصدرها الوحيد لتعلم الانوثه امها. بتكلم على الانوثه في امور كتير، كلام، طريقه صوت، غنج، دلع، ازاي امتى اقول التون، نغمه التون ذات نفسها في الطلب، امتى الطلب اللي عالي فيه صوتي وامتى اللي اتكلم من تحت اللسان، لازم نعرف الكلام ده. ازاي تمشي وانهي المشيه الدلع وانهي المشيه اللي تمشي ازاي، نظافتها الشخصيه، ريحتها، تصحى من النوم تسرح شعرها ينوبكوا سباب وتعلم كده، ما تقعدش البنت بالاسبوع بالثلاث ايام بتسرح شعرها، ما تعرفش يعني ايه سنن الفطره. انت الاستاذ والمعلم رقم واحد لبنتك. لو البنت شافتك ام نظيفه وجميله ورقه وتتعلم منك كده، انا اعرف بيت كنت لسه معايا محمد ابني، انا معايا اربع عيال، معايا محمد كان لسه الاولاني كان لسه صغير بيردم، والبيت ده البنات شغاله معاهم بقى دعوه بقى وبتاع ومش عارفه ايه، ودخلت البيت دوت في خمس بنات وثلاث صبيان. انا عايزه اقول لكم ان ما دخلت بيت هادي فيه اولاد زي البيت ده، انا لحد الان بضرب مثل بيهم لاني فعلا انا بتعلم من الام. جت لسه جايه اسطنبول بقى لها شهرين اللي هي بقت جده بقى، وبقول لها انا الى الان بتعلم منك، تعالوا شوفوا مدى الرقة. انا بتكلم على انوثة في التحقيق. واحدة ست قدامي، مش انتوا، انا عارفة، انا عارفة ان الضغط عليكي كبير وما بحملكيش في قطاطك لان دوت وسعك، وما تقنعنيش ابدا ولا تقنعي نفسك ولا اي مهاترات ولا سترونج ولا اندماج ولا الكلام اللي بيطلع بيبوظ عيون النساء الايام دي. انت ست، ده اوبشن عالي جدا، انت واحدة، انت انثى، اوعي تتخلي على الاوبشن ده علشان مش وماله ما تنجحي وماله ما تطلعي وماله ما تثبتي ذاتك، بس واحده ست اوعي تفقدي النقطه دي، واوعي بنتك تشوفك في تصرف ولا ايه ده. الغوريلا صحيت ما شاء الله الغوريلا جت، الله الغابه اتفتحت يا جماعه، تبص تلاقي الصوت والطريقه ولا بتشوحي لابوها، مش عشان هو ما يستحق يعني، هو الراجل عامل مصايب ماشي، بس مش دي الطريقه. وانت لا لا لا، وبنلاقي بقى حركات دلوقتي للبنات لو ما شافتش الانوثه الحقيقيه هتتشرب اللي بره، ايه يا ماما مش عارفه ايه، ما تفهميش ايه نظام التقطيع اللي بيحصل، نظام جزاره شغال، وهو ده الروشنه وهو ده ليه؟ ما شافتش الانثى في البيت. انت انا مش عايزه احملك فوق طاقتك، انت حبيبتي وانا عارفه ان عليك عبء كبير، البيت والعيال والدنيا والمذاكره والغربه والهجره وكل الجمال اللي احنا فيه باحتساب. يعني ايه احتساب؟ ما نبوظ الخمار، مع اننا عندنا حلقه بعديهم. احتساب يعني ايه؟ يعني انا بعمل عمل اخوات وبحطه كده واقفله لله عز وجل. في اذى وفي ضغط عليا وبعدين مظلومه والله العظيم وبعدين راجل جاي عليا بس انا قفلته كده ايه؟ حسبه لله، أسبته مقفول كده. يتفتح امتى؟ يوم القيامه. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام؟ ما اليوم القيامه فعبد ملوش ولا حسن خلاص وسيئاته غلبت حسناته، فان الله عز وجل باسمه العدل، ده في تفسير اسمه العدل للشيخ عبد المحسن البدر، قال الله سبحانه وتعالى باسمه العدل أله شيء؟ له لسه فاضل عندنا حاجة؟ فتيجي بطاقة. فاكرين الحديث ده؟ بطاقة يفتحها لقى فيها لا إله إلا الله خالصا، ذرة بس ذرة من قلبه خالصا بيحطها تطيح السيئات وتنزل كافة الحسنات. أنا عايزة بقى مع البطاقة دي ويبقى نيتك النهاردة اللي طالعة من المحاضرة دي بالجملة دي، أنا عايزة كذا بطاقة حسبة لله، اتأذيتي معلش، مضغوطة معلش، طيب الدنيا هنعمل، ما هي دنيا، اوعي تكوني فاكرة الدنيا هيصة وسعادة والدنيا، مفيش الكلام ده حبيبتي فوقي، مفيش الكلام ده، دار بلاء وابتلاء
وسجن المؤمن. النبي عليه السلام قال كده، صلوا عليه، سجن المؤمن وجنة الكافر. فالله سبحانه وتعالى لما يعلم صبرك واحتسابك، ها احتساب اللي هي كده، الراجل زعق وانا عامله وبهدله الدنيا، عامله له المحشي وكله في ثانيه، وعملت اهو وجاي زعق وما قدرش، احتساب اللي عملت مع البنت كذا وكذا، وبعدين قالت لي انا مش عايزاك، انت من العصر الجاهلي والفرعوني ومش عايز الحجري، مش عايزين، احتساب. عملتي واذيتي، يا هناكي ويا بختك ويا سعدك. الكلام ده مش لكل الناس تعمل. واحده تقول لك لا معلش اديني نظريات علميه امشي عليها، كلام الاحتساب وده ما إيه. لكن انتوا لا اخوات، انت ليكي مرجعيه في قلبك اسمها ربنا ورضا ربنا. فانا عايزه الام التقيه الصالحه اللي لها حال مع ربنا سبحانه وتعالى تحط لي البطاقات دي مع نفسها، يا جماعه ربنا عندك بقى يا رب تتفتح بقى يوم القيامه ان شاء الله. عليكي ضغط، عارفه انه عليكي ضغط، وعليكي نوع من انواع عدم يعني اقول ايه مثلا، يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن باحتسابي باسم الله الشكور، ان مين يشكرني يا اخوات، العبد ولا الرب؟ هو جميل لو العبد يعني شكر، ده دليل حديث النبي عليه السلام، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. لكن ما شكرش ولا يلزمني، ما قدروش ولا الهوى، انا ها احنا قاعدين كده ولا الكلام ده. الله عز وجل باسمه الشكور يشكر المتحملين من اجله الصعاب، ده التفسير قاله ابن القيم في المنظومه بتاعته في المتن بتاع اسماء الله، المتحملين من اجله الصعاب جزيل الثواب. يبقى احتسب ولا ما احتسبش؟ يا نهار ابيض، ده انا احتسب واحتسب واحتسب واعيش حياتي في الاحتساب.